اتعلمنا حاجة النهاردة. انا هنسحب، مش هقدر اكل. لا، اتعلمنا حاجة النهاردة، لو كلت فلفل حراق مش قادرين نشربوا لبن. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا نورهان. وانا عمار. النهاردة نعمل فيديو جديد، تحدي طبقين كشري كبار، واللي خسران طبعاً انا اللي بخسر كل مره مع عمار. ولو ما شفتوش الفيديوهات القديمه انا اللي اكسب. ثواني، لو اسمي ما شفتوش كل الفيديوهات القديمه هتلاقوها في القناه بتاعتنا. اوعوا تنسوا تعملوا لنا لايك. خلاص، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناه بتاعتنا وتدوس على جرس التنفيذ. ويلا نبدا. ما تعملوش كده، عشان كده انتوا مش مشتركين في القناه. لازم تعملوا كده، لازم تشتركوا في القناه. ويلا نبدا. طيب، محمد حاضر. مين اللي بيصور ده؟ مليان دقه. الكشري طبعا الدقه عرفتهم مشطشط خالص والله. يا نهار ابيض، تدوقوا؟ ابعتوا لهم دليفري. ده بتاع كشرينا واللي هو بتاع. انا بتشكر قوي الملك اللي بتتفرج على فيديوهاتنا كتير وبتعمل لنا لايك ولايك وشير. طبعا ملك عبد الرعدة، انت اشتركت في القناه بتاعتنا؟ لا. الحمد لله ان هو مشطشط عشان اقدر اكل عندي فلفل. لو خسرت انتوا احنا متابعين، متعودين على عياط اخويا. اخوها اخويا اسمه احمد في كل فيديو. ده ناس بابايا يا ابو الحاج. هو دلوقتي عنده 9 شهور. عارف ايه اللي الحلاوه؟ كان في بس كنت عايزه نعمل معلقه خل في التحدي. تقول ايه؟ هنعمل تحدي، عايزين نعمل في التحدي خل. فاسمي عملنا، لقينا فلفل حراق. دودو كانت هتعيط. كنت بصوت وهو ده بيقول هي. انا بقالي كتير عايزه اعمل فلفل حراق. بدنا نعمل فيديوهات وهي كمان. تعرف تخلص عشان مش نغزي. خلي اللي بوقك يبلع وخلي الناس تاكل. حتى بصي فيه، بصي انسحبتي القرن الفلفل ده يبقى في بقك. جماعه انا لو عمار كسر وخد القرن الفلفل انا هدوق اشوفه بيستهبل ولا مش بيستهبل. بقول لكم ايه يا شباب، لو توتا اللي خسرت عايزين نوصل الفيديو ده ل 200,000 لايك. لو خسرت 2,500. لحد ايه؟ ايه شنطان مش هطوله.
شاتوله. خلينا نلغي مع اصحابه ده. خلينا خدي كل سنه وانت طيبه هديتك. لا انا ما جبتش كل عشان تعبت تقولي ما جبتش كل دول. خد نقطتك اهي. نقطتي هذا الجنيه بتاعتها انا اللي هكسب. بصوا يا رب يا رب طول بطني وجعاني وتنسحب. شايفة الجبال اللي من الحس ده؟ شايفة؟ أنا بقى أكلت بيتزا بالكبدة. طعمها مش أول صح؟ بيتزا بالكبدة. إحنا نضحك عليك. إيه يا بنتي؟ جماعة جماعة. أنا حطيت له فلفل شطة أفشع. حطيت له حتة رز. مش هتعرف عارفه لو وصلها هعمل لكم كده بس عشان جاي. بس لا حرق قوي حرق. لا حرق قوي على فكره. ما لا تيجي انا والله ما حطيت لك. امتى انا حطيتها؟ انا حطيتها دلوقتي. الجمهور بيقول اه. يا بنتي التليفون بيتكلم. خدي الحته اللي انت حطيتها عشان ما حطيتش.
الله أكبر. يا بنت يا عرفتيني شجعوني مين بيشجع عمار ومين بيشجع ومين بيشجع عمار؟ اكتبوا لنا دلوقتي في التعليقات. اقول لكم قولوا ايه؟ هيلا بيلا بيلا يلا يا بوته ولو بيحبني هكتبوا كم زيت النينجا الذهبية؟ المرة هي ركعة دخل الحمام وطلع عليه. يا عم تعال انت خلاص انت اللي كسبت. كسبت امتى بقى؟ الماما لك كانت معايا؟ انا وانا خسرت ما هضطرك. يا ريتني قلت، يا ريتني كنت اقول لا يخسر يشرب عصير. يا رب. جماعه بصوا انا معايا مسدس. الحمد لله انا موت عشان ما اكلش. بص لو عملنا براحة دي بس اللي هتتحرك وهي خلاص. اديني فرصة اكل فيه. لاحظت بس لقيته طعمه معفن.
اتعلمنا حاجة النهاردة. انا هنسحب مش هقدر اكل. لا اتعلمنا حاجة النهاردة، لو كلت فلفل حراق مش قادرين نشربوا لبن. ودي دخلت ورايا فاكراني بستهبل فخدت قطمة. يا 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 ثانية حطيت لي ثاني في الحته دي اتوي واحد قولي لا قولي بقى بجد بجد. غمضي عينك وبقك وكله. ثواني، مش لازم لما في الانجليز لما بيجوا يعدموا حد بيقولوا نيتك الاخيره ايه؟ اعتبروني بقى زيهم. ونيتي الاخيره ان انتوا تاكلوا معايا، ماليش دعوه. حته بس ده انا هاكلهولك كله. قولي لا ما قولي كده يا شباب انا اللي خسرت. هو سنسه كمان تعمل لنا بس ما كانش كان حته صغيره قوي من الفلفل ما كملهاش يعني. ما انت جريتي ورايا وكلتيها وكلتي كمان. انت مش قدو. انا حاسه ان شفتي كبرت. انا حاسه ان شفتي محروقه. الحته دي محروقه وحشه. لا دي بس وكده خلصنا الفيديو بعد تعب بعد شرب اللبن اساسا. واتعلمنا كمان حاجه، لما الفلفل يبقى حراق ومش قده زيي يبقى كله اشربه لبن. يا لهوي بقى لو كان الفلفل الاحمر الحراق جدا هتعمل ايه فيه؟ كان نفسي اجيب الهلابينو معايا. هلابينو هلابينو ودلوقتي خلاص. ما تنسيش تعمل لايك وشير.